وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من جوهانسبرغ متحدثة باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا السيدة مالينغي بينغو موستيري. أهلا بك معنا في القاهرة الإخبارية. يعني لأول مرة جنوب إفريقيا تكشف النكبة المستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعني بعد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يعني لمنع إسرائيل واتخاذ كل التدابير لمنع الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين. ما تعليقك على ما جاء في هذا الحكم، خاصة وأن كثير من المراقبين رأوا أنه لم يرتقي لحد الأمر يعني وقف إطلاق نار دائم وفوري؟ نعم، شكرا لك لهذا السؤال. ألك أود أن أبدأ أن حكومة الشعب، الحكومة الجنوب أفريقية والشعب الجنوب الأفريقي هو قام برفع دعوى قضائية عن طريق محكمة العدل الدولية لدعما للقضية الفلسطينية، وهذا من دافع مساعدة شعب جنوب أفريقيا لوقف إطلاق، تنادي من أجل وقف إطلاق النار، من أجل وقف هذه الخسائر الإنسانية، خسائر شعب فلسطين، كان تزويد الشعب الفلسطيني بكافة المساعدات الطبية والإنسانية والأغذية. نحن ندعم وننقل جنوب أفريقيا، ندعم الشعب الفلسطيني ونصلي لهم، هذا أولا. ثانيا بالنسبة ل إذا كان هذا مطلبا مطلبنا أمام المحكمة الدولية، نحن هدفنا استمرار في هذه القضية إلى أبعد نقطة، كيف نقوم بوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته على الشعب الفلسطيني الأعزل. وبالنسبة لنا نريد وقف هذه التبعات ونتائج هذه الحرب. نعم السيدة مالينغي، تحدثت يعني منذ لحظات أنه يجب أنكم ستقوموا بالاستمرار إلى أبعد نقطة للوصول إلى وقف إطلاق النار، وهو حقيقة ما أكد عليه رئيس جنوب أفريقيا الرئيس رامافوزا حين قال إن جنوب أفريقيا تؤمن بقوة بأنه يعني لابد من التنسيق، تنسيق الجهود للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. برأيك ما التنسيق الذي يمكن أن تتخذونه مع سائر الدول الأخرى؟ ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذ في هذا الإطار؟ من الهام جدا أن المؤشرات أن هذا وضع تاريخي للشعب الجنوب أفريقي وبالنسبة للحزب الحاكم من في جنوب أفريقيا من توجيهات زعيمنا نيلسون مانديلا، تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حتى من أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات. نحن الآن مهتمون إلى أن قمنا بالدعم إلى أكمل وجه بالنسبة حركة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. هنالك العديد من المجتمعات الدولية والثقافية التي تقومون الذين يأتون معا ويقفون أمام وجه العدوان الإسرائيلي، يقفون معا من أجل وقف هذه المذبحة الجماعية. كيف تتوقعين أن ما يحدث الآن في الشعب الفلسطيني من انتهاكات، أن تم حتى لم يتم إعفاء الأطفال الصغيرين المرأة من القتل، هذا ما يتم. في العودة إلى سؤالك، علينا أن نقوم بالنسبة لمحكمة العدل الدولية
سوف نستمر إلى هنالك، وأن نحن جنوب أفريقيا اخترنا أن أفريقيا تدعم القضية الفلسطينية وتدعم فلسطين. أن هنالك العديد من الحركات السياسية والحركات الثقافية التي تقوم بدعم القضية وتظهر دعمها وتضامنها للقضية من أجل هذه. وبالنسبة لقارة أفريقيا هنالك ما نسميه الحركة التي تسعى من أجل الوقف تضامنيا مع الشعب الفلسطيني. نحن لدينا العديد من التنسيقات التي نتخذ تدابيرها، سوف نقوم بالاستمرار ونقوم بمزيدا من الضغط على إسرائيل بالنسبة لتوقف تنفيذ هذه الإجراءات وتبعات، وننادي من أجل العدل ونحن الآن أنا أتحدث، نحن الآن حتى الشعب الصحافة الجنوب أفريقية وشعب الجنوب أفريقي يتحدث من خلال جميع المآذن من أجل وقف هذا العدوان على غزة. نحن الآن نقوم من التعبئة والحشد الإعلامي من أجل وقف ما يحدث في فلسطين. لكن سيدة مهلينجي، كيف يمكن أن يتم التنسيق والبناء على ما تم إقراره من قبل محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية، وأن نصل لمجلس الأمن بما هو يعني يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإقراره من قبل مجلس الأمن الدولي؟ أعتقد أن هنالك بالنسبة على سبيل المثال الإعلام الدولي هو عليه أن يقوم بدعم هذه القضية دوليا وأن يكون بإعطاء المساحة للقضية الفلسطينية لكي يقوم بمساعدة القضية الفلسطينية. وفي مصر هنالك دورا فاعلا، علينا أن نكون أقوى وأقوى بحركة لدعم وتضامن مع فلسطين. هنالك العديد من الطرق التي تقوم بمساهمة هذا الشيء، حتى أعضاء الإعلام هم مسؤولون عن ذلك أيضا من أجل إرسال هذه الرسائل. نعم، بشكرك شكر جزيل من جوهانسبرغ السيدة مالينجي بينغو موتسيري المتحدثة باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، شكرا لوجودك معنا في القاهرة الإخبارية.